طبعا نجم من نجوم تدريب، وانا النهارده طبعا سمعت تصريحاته مع بعض المباراه واداؤه الرائع والكاتشانه جوه الملعب، وازاي الراجل بيفكر ويغير والتغيير بتاعه بيبقى مغلوب، ازاي يتقدم والفريق التاني يتعادل في الاخر، بس المهم في النهايه محصله بتدل على مدير فني متميز وكفء، كابتن علاء عبد العال اهلا بيك. اهلا بيك استاذ محمد، اهلا بيك. معلش نقدر نقول هارد لك النهارده ولا نقول الحمد لله نقطه ونقطه ونقطه؟ لا والله الحمد لله، احنا ادينا وامبي ادى وكانت مباراه مثيره وراحت لينا وجت علينا وراحت لامبي وجت عليهم، واعتقد ان النتيجه عادله في النهايه. طبعا انا كنت اطمع ان انا اكسبه، بالذات ان احنا تقدمنا وفي وفاضل دقيقه واحده على الوقت الضايع وتنتهي المباراه امبي بيتعادل، انما انا اعتقد امبي فريق كبير بيضم عناصر تقيله وامكانيات. يا كابتن امكانيات ما شاء الله برضه، وامكانيات طبعاً. وفريق متجانس موجود من السنه اللي فاتت كله مع بعض، ودعم كمان السنه دي بوائل فراج وكيري وغيره. الحمد لله اعتقد النتيجه عادله، انت فريق محترم وعنده اداره محترمه وبتوفر كل حاجه، واحنا برضو عندنا اداره محترمه وتوفر، بس في حدود الامكانيات طبعا. يعني انت كان عندك تعليق على هدف من الاهداف كان تسلل؟ لا 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 بالعكس، لا لا كل الاهداف صحيحه، كان في تعليق بس على بعض الحاجات اللي بتبقى في الملعب مش مؤثره، انما مش ممكن تركب فرقه على فرقه. انما الحمد لله انا بشكر لعيبتي رغم الغيابات اللي عندي النهارده حوالي ثلاثه. كبيره فعلا، برافو عليك. ثلاثه مؤثرين وبالذات في خط الدفاع طبعًا. فيمكن حتى الاهداف اللي دخلت فينا منهم هدفين من الكورنر، اتنين كورنر، يعني التمركز ما كانش كما يجب، يعني يمكن دي اثرت علينا شويه. طيب. انما اللعيبه كلها ادت بروح عاليه ورجوله، وكون ان هم رجعوا من الهزيمه للتعادل للمكسب في وقت قليل اعتقد دي اشاده ليهم. يعني شعورك والمباراه بتروح وترجع وبتروح وترجع لحد الدقيقه الاخيره وبيتعادل رامي صبري كالعاده لنادي انبي، كان احساسك ايه؟ والله الشعور، وانت عارف المدير الفني ده بيبقى واقف على نار بره طبعا، يعني طبعًا. بتبقى الامور صعبه جدا، متغيرات كثيره جدا بتحصل في المباراه. في وقت كنت خايف ان تنتهي المباراه 3-2 بعد ما تقدم علينا وفاضل حوالي 13 دقيقه، لما متعادل اكيد طبعا ساعدت بالتعادل، لما تقدمنا في الدقيقه 87 يعني كنت في منتهى السعاده، انما كنت قلقان. بس هي للاسف اللعيبه عندي افتكرت المباراه انتهت، ودي برضه بتحسب عليها، ودي بترجع لقله الخبره برضه، ان افتكروا ان هم المباراه انتهت خلاص احنا كسبنا في الوقت الاخير، فدي برضه هنتكلم معاهم فيها. بنتعلم كلنا بنتعلم، لعيبه وجهاز فني، بحيث ان احنا نحافظ على الكلام ده بعد كده ان شاء الله. اكيد مباراه من اروع مباريات الدوري المصري من سنتين ثلاثه فاتوا، يعني المباراه دي لو في جمهور ومتابعه جيده هتصنف من المباريات المحترمه جدا اللي فيها وعي تكتيكي، فيها تحركات، فيها كاتشانه من خارج الخطوط بشكل مميز جدا. الحمد لله، يعني انا لعبت باكثر من طريقه في المباراه وحسب سير المباراه وحسب متغيرات المباراه، في النهايه بدات ادفع بقى باللعيبه اللي هي اصحاب المهاره واللي هي اللي عندها الحس التهديفي زي عبد الرحمن، احتفظت بعمرو مرعي وحسام حسن في الملعب، نزول اسلام عبد النعيم. يعني الحمد لله تغيرات ما شاء الله، تغيرات في محلها يا كابتن بصراحه. والله توفيق من عند رب، توفيق من عند ربنا يا استاذ محمد. يمكن احد الناس كلمني من شويه قال لي مباراه بتفكرني مباراه الاهلي والاسماعيلي. الاهلي والاسماعيلي طبعا 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 كانت مباراه مثيره برضه، حضرتها مراسل والله يا كابتن، حضرتها مراسل. بس هي كانت بجمهور فكانت متعتها اكتر طبعا بجمهور، انما الحمد لله. يعني بشكر لعيبتي وبشكر فريق انبي ادى مباراه رائعه. طيب. مباراه نظيفه، فاعتقد النتيجه عادله يعني الحمد لله. النتيجه عادله، لكن ما زلت عندك امل انك تتواجد في مكان مميز، مش هنقول المنافسه على الدوري لان ده ممكن يبقى صعب للداخليه، لكن انك تبقى في مكان مميز ده ما زلت عندك الطموح والامل ده؟ يا رب، ما الطموح موجود. صح. لازم يكون في طموح موجود الحمد لله. بنأدي بشكل كويس، بنأدي اداء ثابت باستمرار في كل مباريات التسعه اللي احنا خدناها لغايه دلوقتي. احنا برضو ما زلت بقول احنا ماشيين مباراه بمباراتها، كل مباراه بنفكر فيها على حده، والنتيجه بقى بتاعت ربنا سبحانه وتعالى في الاخر، انما اتمنى طبعا ان احنا نكمل مشوار، المشوار صعب وطويل وفي متغيرات كثيره، فالحمد لله انا راضي لغايه دلوقتي عن التسع مباريات اللي احنا لعبناهم الحمد لله. نجم الكبير كابتن علاء عبد العال المدير الفني للداخليه والمدير الفني المتميز الكفء اللي دار مباراه ولا اروع، هو وهاني رمزي النهارده عملوا كاتشانه من خارج الخطوط، وعندهم ادوات محترمه جدا، تحركات، تغييرات، اداء حاجه يعني مميزه، نتمنى نشوف حمى الاداء المميز ده في الفرق الثانيه ويبقى الدوري اكتر اثاره في الفتره اللي فاتت. النهارده طبعا كان في اسوان وسموحه تعادل 0-0،
تاج الحربي والمصري 0-0، الداخليه طبعا وام بي 4-4 في مباراه ولا اروع. هرجع تاني للاخبار، وقبل الاخبار بس اكمل شويه او اكمل ده اكمل اسماعيلي مع الكابتن سيد عبد الرازق عشان ما اخدش من وقته. اتجاه في الزمالك لصرف النظر عن المهاجم، او في حاله اخفاق ان يبقى فيه مدير مهاجم افريقي ان شاء الله هيبقى مهاجم بالدوري المصري، وبعض التكهنات بتقول انه دودو الجباس من وادي دجله، وانا من فتره في بدايه الدوري كنت اتكلمت مع دودو الجباس او قبلها كان في كلام، لكن هو الراجل متعاقد مع النادي، اي مفاوضات من خلال نادي. شريف علاء ومحمد ابراهيم ضحايا الوافدين الجدد على الزمالك، كنا نتمنى ان شريف علاء ياخد الفرصه كامله لانه كان عامل مع المقاولين العرب اداء مميز، ويا شريف لو انت في يعني ما فيش امكانيه تقدر ترجع تاني المقاولين العرب وتأدي حتى لو اعاره هتبقى بالنسبه لك فايده كبيره جدا، لكن اللي انا زعلان عليه هو محمد ابراهيم نجم كبير، يمكن اتكلمت امبارح كان مع امير عزم مجاد وكلمنا على محمد ابراهيم من النجوم الكبيره، لكن ممكن تبقى الامور مش مواتيه او الامور معاه مش يعني في نصابها الطبيعي، لكن نتمنى له ان شاء الله التوفيق حتى لو راح اعاره اي فريق. مع الاعاره شيكابالا بقيمته الكبيره راح اعاره للاسماعيلي. معانا النجم محمد ابراهيم. كابتن محمد اهلا بيك. معانا دي صوت محمد ابراهيم. طب انا اسف عشان السماعة مش سامع شويه. انا اسف. السنغالي مندي وافق على انتقال الزمالك ب 300,000 دولار، يعني ده كلام نادي امبابيور السلوفيني ده بيلعب له هناك، ممكن يعني في مفاوضات ينضم للزمالك لثلاث سنوات راتب سنوي 300,000 دولار، اعتقدها في الموسم الاول 150,000 دولار، فيما اثر مسؤول الزمالك على دفع 200,000 دولار للنادي السلوفيني، نتمنى له التوفيق. وفي كمان الزمالك بيعرض شريف علاء و 500,000 دولار لشراء ستالي، لكن كان في حوار جمعني بين المشرف مصطفى منصور رئيس نادي الزمالك واتكلمنا على المهاجمين، وانا قلت له ستالي بصراحه، ستالي اهلي او زمالك يعمل فرق تاني خالص ويبقى تواجد بشكل مميز جدا. الزمالك بيحدد 1,000,000 جنيه نظير اعاره محمد ابراهيم، والمصري والاتحاد يطلبان اللاعب. انا شايف لسه من شويه كنت بقول قبل ما اكمل الخبر ان هو من خلال نادي تاني زي المصري او الاتحاد زي ما يوسف اوباما بسم الله ما شاء الله متالق مع الاتحاد السكندري، ليه لا؟ الزمالك بيعقد جلسه غدا مع المقصر من اجل شراء باسم عبد العزيز، والزمالك يواصل تدريباته استعدادا لبتروجيت وتوفيق وحازم يوصلان الغياب. الغياب ليه؟ في اصابه. احمد توفيق بيعاني من جزع في الرباط الخارجي للركبه، وحازم بيواصل برنامجه التاهيلي. باسيلو بيختار 20 لاعبا في قائمه الاهلي استعدادا لوادي دجله، كان النهارده بتجمعني المقالمه مع عصام الحضري، وراجل يعني اتكلم عن المباراه اللي مباراه مهمه جدا بالنسبه له وبالنسبه لوادي دجله، وادي دجله خسر المباراه اللي قبل كده مع نادي سموحه، واتمنى ان شاء الله يؤدوا اداء مميز جدا امام النادي الاهلي. شريف اكرامي، احمد عادل، عبد المنعم، صبري رحيل، فتحي، باسم علي، رامي ربيعه، نجيب، حجازي، حسين السيد، خط الوسط حسام غالي، عاشور، وليد سليمان، مؤمن زكريا، احمد حمدي، صالح جمعه، رمضان صبحي، عبد الله سعيد، خط الهجوم عماد متعب، مالك اوفونا وعمرو جمال، فيما وصل بسيرو استبعاد جون انتوي واحمد الشيخ ومحمد حمدي زكي وجود الصغير وسعد سمير ومسعد عوض وشريف حازم. اللي بسطوه المره اللي فاتت هو صالح جمعه بأداءه المهم جدا وبهدفه الرائع، ممكن ده يبقى بالنسبه ليه عامل معنوي كبير جدا في الفتره اللي جايه. وجون انتوي بيقولوا انه في عرض خليجي، والراجل يعني استاهل استبعاده من قائمه الفريق، لكن الرؤيه الفنيه اللي هي للمدير الفني انه محدش يقدر يتكلم فيها. الاهلي بيحتفل بعيد ميلاد الكابتن عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكره، الرجل الخلوق المحترم كابتن عبد العزيز عبد الشافي، شخصيات مهمه جدا، نقول له كل سنه وانت طيب يا كابتن عبد العزيز وبالتوفيق ويديك الصحه والعافيه. الاهلي بينفق التعاقد مع مهاجم في يناير، يعني نركز السنه دي، احنا عندنا الاول الاهلي عنده صفقات مهمه نتمنى له التوفيق. الاسماعيلي بيستبعد المدرب المحلي وفضل الاجنبي، ليه؟ هاخد راي الكلام ده مع الكابتن عبد الرازق، في خالد القماش، في كابتن محمد وهبه، في كابتن صغير اسمه يعني نجوم كتيره مش هنسى، بس يعني عشان بس ما انساش حد. الاسماعيلي في عنده ناس مهمه جدا الاسماعيلي، اي حد من نجوم الاسماعيلي الموجودين اعتقد انهم يعني احمد العجوز ونجوم كبير، عشان بس ما انساش لسه قاري النهارده حاجه على الفيسبوك كده للصديق محمد شيحه، قال بسم الله ما شاء الله في نجوم كتيره في الاسماعيليه يعني يقدروا يكملوا معنا. حد من مشاهدينا او متابعينا، الو السلام عليكم. السلام عليكم، ازيك يا استاذ محمد؟ استاذ عادل اهلا بيك. اهلا بحضرتك، تحياتي استاذ عادل. تصور ان انا اول مره في حياتي ادخل مداخله هنا في مصر من 40 سنه.
يا ده شرف لينا يا استاذ عادل والله. يعني الله يبارك فيك. أنا حضرتك عايش فين يا استاذ عادل؟ حضرتك عايش فين؟ انا عايش في باريس في سان دوني جنب استاد فرانس. جنب استاد فرانس اللي كان حاصل فيه المشكله الاخيره دي. اللي كانت حصل فيه المشكله الاخيره. وانا حاليا في اجازه في مصر. اهلا بيك ومنور مصر. اهلا والله، تشرفنا بحضرتك يا استاذ محمد، وانا سعيد جدا اني كلمتك النهارده. متابع الشان الرياضي المصري والكوره؟ اكيد وخصوصا البرنامج بتاع حضرتك بتابعه وبحبه جدا بصراحه، وبحس ان انت صادق في كلامك كده، يعني انسان صادق في كلامك. طب انا ضيف النهارده كابتن سيد عبد العزيز بازوكا، طالما انت قلت لي بقالك 40 سنه بره اكيد عصرت بازوكا. اكيد الكابتن سيد بازوكا ده طبعا ده عالم من اعلام مصر كبار. يعني هو سيد عبد الرق وهو العالم جريشه ودوسمه سهره دوسمه والناس دول، يعني ما حدش طبعا ينساهم خالص نهائي. كمصري مغترب متابع المنتخبات، كان في قبل كده مباريات لمنتخب مصر زي المباراه الشهيره اللي كانت في فرنسا ما بين منتخب فرنسا ومنتخب مصر بس اتغلبنا فيها، واكيد مباريات كتير وبعد انا كنت موجود في المباراه دي للاسف الشديد. وكنت واخد ابني معايا وخسرنا بقى 5-0. بس تعدت الروح الرياضيه حلوه يعني، والفرنسيين كانوا مش بيشجعوا المنتخب المصري في الوقت ده. وجبريل كيسي عمل حاجة، هو تيري أونري. احنا بنقول هنا تيري هيرن، هو تيري أونري الفرنسية بالظبط. وطبعا احنا بنتمنى بقى مش هنبص على العدة بقى، عايزين نشوف اللي جاي. استاذ كده المنتخب بتاعنا شرفنا بصراحة، لأن احنا اتأخرنا كتير في الوقت الحالي. يا رب ومصر كده تبقى في أحسن حالة يا استاذ عادل، وأنت دايما تبقى يعني تروح وتيجي على مصر بقى، مصر بطل غربة بقى. دي مصر في قلبنا والله العظيم، اقسم بالله العظيم. وخصوصا انا واحد سافرت سنه 76 بعد كنت اشتركت في حرب 73. ما شاء الله. وكان لي الشرف ان انا اكون مع الجيش المصري اللي عبر في 73. طبعا طبعا. وكنت في قوات بدر، قوات بدر القوات اللي اتحصرت في المرات. وانا كنت سلاح المدرعات في الوقت ده. واول مره ادخل مداخله في التلفزيون المصري. تحيا مصر، تحيا مصر سعادة، تحيا مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ربنا يخلينا الرئيس السيسي يا ربنا يخليك ويحمينا من كل سوء يا رب. شكرا استاذ عادل. شفت الناس، يعني الراجل عايش بقاله فتره كبيره بره فرنسا وحابب ومتابع ومبسوط لما عرف ان الكابتن السيد عبد الرازق النهارده ضيفنا. طبعا فاكر الكابتن علي ابو جريشه، تاريخ كبير. هقول خبرين واطلع بقى عشان استعد واستقبل هم على الاسماعيلي، هخليهم مع طبعا نجمنا الكبير المدفعج الكبير في الكره المصريه صاحب القذائف الشهيره كابتن سيد بازوكا في حوار مهم جدا معانا النهارده، تقرير عن ازمات نادي غازي المحله. هنشوف التقرير ده لو جاهز معاكم ونطلع فاصل، وبعد الفاصل طيب هيبقى معانا تقرير ازمات نادي غازي المحله وتقرير عن ازمات النادي الاسماعيلي هنزيعه مع الكابتن سيد عبد الرازق. وطبعا عندنا بقى لقطات وصور وفيديوهات للنجم الكبير كابتن سيد عبد الرازق النهارده اللي هنتكلم معاه في امور مهمه جدا. عموما ما كانش جاهز نشوف تقرير ازمات نادي غازي المحله ونطلع فاصل، وبعد الفاصل نستقبل نجمنا الكبير كابتن سيد بازوكا. في ناس بتحب الفرقه جات اتكلمت وانت معايا من الصبح اهو موجود وشايف ان اللي بيتعمل ده كله، في ناس عارفه كويس اللي بيحصل ده ايه ووصلك الناس اللي واقفه كل واحد وصلهم كام فلوس اظن انت سمعتها، علشان المصلحه يعني مفيش حد اي حد يتكلم كلمه الا لما كل واحد كان ليه مصلحه في النادي هنا.
كل واحد كان ليه مصلحه بيعملها هنا. الناس اللي واقفه دي كلها عايزه تجيب لعيبه، القيادات دي عايزه تجيب لعيبه تسمسر فيها، والطلب مني، الطلب مني يجيبوا لعيبه ويجيبوا شغل يتعمل هنا يطلع لهم فيه فلوس. ولما مشيت المره الاولانيه دي ورجعت، رجعت لقيتهم مظبطين كل حاجه، وفي ناس مرتبه كل حاجه لناس تيجي يحصل فيها سمسره. فطبعا المصلحه وقفت لما انا جيت الحمد لله. محدش طول ما الحمد لله ما احنا موجودين ومجلس الاداره ده موجود، محدش هيسمسر على فريق المحل. الاخطاء كتيره جدا جدا جدا، يعني كل لاعب نزل الملعب فهو برضك يعني جزء من الخطا، جزء من النتائج. كل الناس اللي كانت موجوده كانت شغاله في الـ في الـ في النادي من اول فتره الاعداد لغايه وقتنا هذا، ده جزء من الخطا. والمشكله كلها كمان برضك يعني ان كان يعني نادي غزل المحله ما وصل لهذا الامر، وصل نتيجه تراكمات عديده من زمن يعني حتى الى وصلنا اليه. يعني انت النهارده لما تيجي تجيب 17 لاعب وتجيب 12 لاعب وتجيب 13 لاعب، طب فين قطاع الناشئين؟ يعني انت لما تجيب العدد الكبير ده يبقى معنى ذلك انك انت ما عندكش قطاع، يبقى القطاع اللي موجود عندك ده غير مؤهل للدوري الممتاز. خلينا صراحة يعني، واخد بال حضرتك؟ يعني انا لما اجي انظر لقطاع الناشئين اللي هو اللي بيصب في النهايه على الفريق الاول، لما اجي ابص الاقي المستوى اللي عندي في القطاع الناشئين، المستوى الاول اللي عندي لما اجي اقارنه بالمستوى الفرق في قطاع الناشئين بتاعهم، الاقي لا مستوى القطاع الناشئين بتاع الفرق الثانيه اعلى من المستوى. يبقى اذا اللي طالع من عندي هنا هيبقى اقل برضك من الايه، من اللي طالع من الفرقه الثانيه برضه. يبقى هتفضل المشكله، هتفضل ايه، قائمه، هتفضل المشكله قائمه. بالنسبه للعيبه يعني اكثريه اللعيبه لعبت في اكثر من فرقه، وكلنا جايين هنا ان احنا جايين يعني نعمل حاجه لاسم نادي غزل المحله، عشان النادي ده نادي كبير، ومن حق الناس برضه هتزعل، واحنا كمان ناس احنا مقصرين في حق النادي وفي حق نفسنا. واحنا ان شاء الله الفتره الجايه نحاول ان احنا نحط النادي في مكان احسن من المكان اللي هو فيها، ونحاول احنا نجتهد اكتر ونتعب، وربنا يكرمنا ان شاء الله في اللي جاي باذن الله. اداره نادي غزل المحله من الاول خالص ما حطتش سياسه من ساعه ما صعدنا دوري ممتاز. انت صعدت دوري ممتاز كان موجود الكابتن محمد فايز، بدا يحصل حرب بين الاداره والكابتن محمد فايز، قعدنا سمعنا اخبار كتيره جدا بيتقال ايه، فايز قاعد، فايز ماشي، ده انا عايز 11000، ده انا عايز 12000، ده انا عايز خمس لعيبه، ده انا عايز 10 لعيبه، ده الزفتاوي يقعد، ده الزفتاوي يمشي. مش محمد فايز، لما مشي محمد فايز وقعدوا يختاروا مدير فني ما حطوش اساسيات لاختيار المدير الفني. لما حطوا جابوا الكابتن محمد جنيدي، مع كل احترام للكابتن محمد جنيدي، هم كانوا عايزين مدرب، مش عايزين مدرب عنده فكره، وعايزين مدرب يكون فلوسه قليله على قد نادي غزل المحله. وبالتالي جابوا مدرب بياخد 3854 جنيه. هل يعقل ان اسم وتاريخ غزل المحله يبقى في مدير فني بياخد 3854 جنيه؟ المشكله مصطفى مش مشكله مصطفى الزفتاوي ولا مشكله اشخاص، المشكله مشكله سياسه قايمه في نادي غزل المحله. يمكن احنا اتسند لنا المهمه من المهندس ابراهيم بدير، واحنا من ولاد النادي فبنقدرش نعترض. يعني احنا دلوقتي وقعدنا مع اللعيبه قبل التمرين، الكابتن نبيل قعد يتكلم معاهم، الحاله النفسيه اللي فيها اللعيبه بنحاول نخرجهم على اساس ان احنا الماتش الجاي لا بديل عن الفوز. يعني احنا كجهاز جايين نقول للعيبه ان لا بديل عن الفوز. اعتراضنا في الاول خالص كان على الاداره من اول من قبل الدوري ما يبتدي، كنا بنتكلم ان لازم يكون في 3 لعيبه او 4 لعيبه على الاقل خالص يكونوا بخبره موجودين يسندوا الشباب اللي موجوده. احنا عندنا لعيبه كويسه الحمد لله تمام، هم اللي ناقصهم خبره وناقصهم ثقه وناقصهم مدرب كويس يعرف يتعايش معاهم ويعرف يدربهم كويس تمام. بنتكلم قالوا هم دول كويسين، اللعيبه دي احنا جايبينها ناس عايزه تلعب كوره تمام، هم هيقدم. بس للاسف يا كابتن مع قله خبره التدريب كمان مفيش، عايزين مدير كره كويس، عايزين مشرف على النادي مفيش تمام، مدير كره كل واحد تمام ماشي، كل واحد بيتكلم يا كابتن مدير الكره يرمي المصيبه على الفلاني والفلاني يقول لا ده الفلاني هو اللي السبب الازمه اللي احنا فيها، ما ينفعش. والله اللي بيحصل ده ما ينفعش، يعني اللي بيحصل ده لصالح مين؟ ناس عماله تيجي تضحك علينا وتمشي ويضحكوا علينا ويمشوا، وبنيجي نعترض مش عاجبهم الاعتراض. فجينا النهارده يعني اعتراض سلمي من غير ما يقتحم باي داخليه ولا باي حد. فبنقول للكابتن مصطفى الزفتاوي، انت يا كابتن مصطفى جيت اول السنه وقعدت معانا وقلت لنا هعمل لكم فرقه وجايب لعيبه كويسه، جاي دلوقتي تحملها للكابتن جنيدي اللي مشى، طب انت المفروض تمشي انت كمان معاه، ومشيت معاه بعد 3 ماتشات وراجع ليه؟ ونتكلم معاك مش عاجبك الكلام، انت عايز ايه يعني؟ يعني انت عايز ايه؟ يعني انت قاعد ليه اصلا؟ يا يعني كابتن مصطفى انت كنت حلب بالنسبه لنا اول السنه، دلوقتي صدقني انت كابوس وكابوس، لو انت بتحب النادي دوت فعلا امشي، سيبه وامشي.